بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن كجر مادة براقة وحددة أفراد مادة العربية فصل كفون فوركة درس الشنات أيان مرينا درس الشنات وكم إذا محسنات كمعنوية وحلي هذا المقابلة أما إسبربرنك وحلي هذا مقابلة وإسبربرنك وقيم كره ومقابلة وكم إذا محسنات كمعنوية وحيابها حقا معناها الفاظ دك قرحيوي أيه كم إنتهي المقابلة مرك الله تعريفنا يو علماء ورب فربنا يمعاني فربنا بيكون شيء وحكم الهرطة مقابلة وحكس وجد فعل كالرباعي قابلة قابلة وعلى وزن فاعلة سيارة أصول مري مكا قابلة مقابلة إذا وحي كتبت فاعلة مفاعلة وزن هذا كتبت أي لقيه مواجهة معنى إذا قابلة دي لي لقيه ولكل مي مواجهة ستوصة وجه كوجه أيو ولكل مي وقابل الشيء بشيء هذه لي شيء يبو شيء بربر دقي أي عارضه به وصوبا دقي ليرى وجه الشبه سوى أركو قابك إسقائيين وجه الشبه وحر يلا ما الشيء وإسقائك قابك إسقائيين أما استفادة إسقائيين أي لي هذا أو الاختلاف بينهما أما هذيك الدوين أي كوك الدوين سيد رادد بوح عليها قابل الكتاب بالكتاب كتاب كان أي كتاب كان بربر دقي أو حزقوا في رمضان كتاب ماله يسجعين يا ماله كل دويهين قابله بالحقائق هذه اليوم ومعنى كلا إلا هذا هي أي واجهه بها حقيقة أي كور تيوي حقيقة بالوكل مي من معانيها وحكملة إلا إذا سيراه في القابلة أي الليلة القادمة والله جم قص وحارك دورها بينك صوص على قابله بالمثل هذه اليوم معنى الوحوي عمله بالمثل وهو ردق مي سوى سوى ردق مي أي ردق مي القاعدة قاعدة درس أسلوبك علم المعان علم البديع الله استعماله ده أني ما أنه مقابلة وحالي هذا أن يؤتى بمعنيين أو أكثر وإن لديهما والله معنى يوحكبضا ثم يؤتى كبعد ما لديهما بما يقابل ذلك وردع معنى وحكسه ورجي على الترتيب سيء السوق يعني درس كده نرد دماغه وحنا كسر مرة لما كل موسك سور جدا لكن مقابلة وقت دوين تهاي لما كل مو دماغه موسك سور جدا من نوع كل ما قريب تورا من قريب تضمن صار صار يعكرته لكن مقابلة وحوي سي وكل هريان قريب تورا قريب تضمن وين وكل هريان ترتيب كذا لو بعيا المقابلة وحلي على أن يوتا بمعنى يعني وإلا لي ما الله معنى أما لو جدا وحكبر أو أكثر وحكبرا ثم يوتا كبعد ما لديه ما هذا بما يقابل ذلك الله بلا معنى يوهي كبضا وحكس ورجله على الترتيب سيس وحيان الأمثلة هذا أقول لما أن مثال هذا مثال كوات وكاسا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار نبي صلى الله عليه وسلم أيها وحليه نمانك لها أنصار أوسي خزرج والله بدي قبيله ومقالة مدينة دقريت انت النبي صلى الله عليه وسلم جنكور أيها وحليه قال أوسي خزرج marka islaamka u hiliyeena waxa loo bixiyay ansar oo nabigu ku amaanay labada qabiilo ee ansar la yiraahdo laba sifo aad iyo aad u cajab badan ka bacdana wuxuu keenay labada sifo laba sifo ka soo horjeeda wuxuu ku yiri innakum idinku la takfuruna waad badanaysaan inda alfaz'i suma markay baqdintimaado waad badanaysaan suma baqdin markay timaado waad badanaysaan wa tuqilluna waad yaraanaysaan inda damci markii uu guri imaado laba sifo oo waaweyn ayuu nabi ku amaanay ansar oo ah al-kathratu inda al-faz' baqdin iyo dagaal markuu yimaado oo magaalada madiina ama la soo weeraro ama baqdin la maqlo u kala harimayaan ansar waa soo wada baxaya hunguri markii la qaybsadeena waa yar yihiin way dad yar baa ka imaanaya labada sifo ayuu ku amaanay markaa waxa weeye labada sifo oo muqaabalo waxay noqonaysaa al-kathratu kow waa sifada kowaad weeye لنا أكله وحكسه ورجله أو مقابله آه القلة صفاته ورجله وحين قلصة القلة تلبابه حويه أتورى صفاته لبابه حويه الفزع صفاته ورجله وحين قلصة الدمع مركب لبابه صفو يا لبابه صفو لبابه حرب كسر ورجله
lama aan dambana way iska soo jeedaan qaabka noocaas oo kala hadalku marku ku yimaado ayaa waxa la yiraahdaa muqaabala la yiraahdaa misalka labaad aan nimaadno waqaala khalid ibn safwan waxa uu leeyahay ninkii yaa khalid ibn safwan yasifu rajulan asawa nin sifaynaya wuxuu laysa lahu sadiqun fi sirri walaa aduun fi alaaniya malaha ninkaan sadiq ama saaxiib oo fi sirri qarsoon malaha walaa aduun fi alaaniya cadow muuqdana malaha dadku waa isugu mid qof saaxiib ah u qarsoon u dhow malaha cadow muuqdana malaha adigana sidoo kale labada kelmadood ka soo horjeeda waxa weeye kelmadda hore waxa weeye sadiiq waxa ka soo horjeeda cadow talabaad waxa weeye asiru waxa ka soo horjeeda alcalaaniya hadalka qaabkaasoo kale oo ku yimaada waxa la yiraahdaa muqaabala labada qaybood waxaan ku aragtaan calaamada shardada inay ka hooseyso macnaheedu waxa weeye kuwaasi labalaba ahaayeen wixii intaa ka dambeeya waxaan ku arkaynaa wax laba ka badan weyo laba macno wax ka badan ayaan ku arkaynaa wa qaala bacdu lkhulafaa dadka khulafada qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen man aqcadathu qofkay fariisiso nikaayatu li'aami dadka li'aamta ah ciqaartoodu ciqaarta li'aamta waxaa looga jeedaa waxbila'aanta inaysan waxba bixinaynin dadkii baahnaa ee wax weydiisanayo waxba ma siinayaan marka waxay noqonaysaa hadday wax siin waayeen ayagoo ciqaabay bay la mid tahay man aqcadathu qofkay fariisiso nikaayatu li'aami ciqaarta dadka li'aamta ahi aqaamatu waxaa istaajiya icaanatu lkiraami soo ma jeedi dadka deeqsiyaasha ah kaalmadooda halkaas saddex iyo saddex baan ku arkaynaa si isugu ka horeeyaan balfiida aqcada aqaama nikaaya icaana li'aam kiraam hadalka saas oo kale ku socda isagana waxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa muqaabala waana qaybta ka badan laba macno iyo wixii ka badan hadda saddex saddex ay usoconayaan waxaa la yihahdaa aqcada wa iska soo horjeeda aqcada iyo aqaama kow labada wa iska soo horjeedaan aqcada iyo aqaama laba waxa weeye nikaaya iyo icaana nikaaya iyo icaana waa iska soo horjeeda ayagu saddexna waxa weeye alli'aam oo aa dadkii bukhalada ahaa iyo alkiraam oo deeqsiyaalana waa iska soo horjeeda hadalka qaabkaasoo kale ku yimaada ayaa waxaa la yihahdaa muqaabala ayaa la yihahaa muqaabala xoogaa yar bay muqaabaladu waxay u dhowdahay darsiga loo yaqaano dibaaq oo hore soo qaadanay laakiinse waxay uga duwan tahay xagga tartiibka iyo iyadoo ka badan laba macno iyo wax ka badan ku imaanaysa ayaa iyo ku timaadaa nambarka afaraad haddaan soo qaadano haddana wa qaala cabdulmalik ibnu marwaan khaliifka khaliifkii umawiyiinta waxaa la yihahaa mu'asisu dowla umawiya athani dowladii umawiyiinta mu'asiskii labaad oo ka horreeyay mucaawiye ka bacdi yimid wey waayo wuxuu leeyahay maa xamidtu nafsii calaa maxbuubin ibtada'tu bicajzin naftayda kuma ammaanin weligay calaa maxbuubin calaa xusuuli maxbuubin wax la jecel yahay helitaankooda ibtada'tu bicajzin oo aan ku bilaabay dacfi iyo ka fiirsasho la'aan waxaan ku bilaabay laakiinse natiijo wanaagsan dhalay naftayda kuma ammaano walaa lumtuhaa kuma canaanta nafteyda calaa makruuhin calaa xusuuli makruuhin inuu dhaco oo leelo wax la nacayo ibtada'tu bixasmin oo aan ku bilaabay go'aan adeyg haddana hadday dhacdo shay aan marki hore dadaal iyo ka fiirsasho ku bilaabay inuu si aana jeclayn ku yimaado nafteyda kuma canaan waxaan u arkay arrimahaasi qadartu inay xukumayso maray kelimaadka iska soo horjeeda ee halkan ku jira waxa weye kow waa midda kood waxa weye xamida waa xamida maxaa ka soo horjeeda xamida lumtu wey lumtu lumtu labadaa waa iska soo horjeedaan maxbuub iyo makruuhna waa iska soo horjeedaan maxbuub iyo makruuh waaya maxbuub iyo makruuhna waa iska soo horjeedaan waaya waxaa iska soo horjeeda cajzun iyo xasmun cajzun iyo xasmun ayaguna waxa waa daciifnimo iyo go'aan adeeg iyo caqli badnaan iyo ka fiirsasho saddexa kelmadood iyaguna siyaasay noqdeen hadalka qaabkaasoo kale ku yimaada waxaa loo yaqaanaa dibaaq
وحن مرة لا يلا يا نقال يا عبد الملك من الله وعلي وملك من عادم ملوك بني أمية وبقر كمل بقر ردي ووينا إرهاب بني أمية ودهاتها بكملها بس كعقل يا بدنا انتقلت إليه الخلافة خلافة أي سوق جارتي بموت أبيه أبيه مروان ابن الحكم مركو لنتي سنة 65 هجرية سنة مركو أها لحدا إيشان هجرية فضبط أمورها خلافة الرميل واحد دي ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العرب ديوان دي لغو قرج دي حل لغاس اللغة عن عربية هين بلغو قرج ديوانك طلع اللغة الفارسية هي اللغة الرومية كلا بدي بقرتوية وويلاء حل لغا جري أساق أيها كان بدلوه وحسو بدلوه اللغة العربية إن لغو قره دواوين ته وهو قرأها أول من سكت دنانينا في الإسلام نينك أغوري أو سمعي العقد دينار أه أو إسلامي أه حليا وحي كوري وعلى استعمال دينارك كون بالا استعمال جري وكان واسع العلم والمعرفة نين أقوم بلنبوها صارت مركوا أسديتا يلي حجرها أيو دنتي هذا من مثالنا شرحه لا وحي مثالنا وبدا مثال هرادا في رسطه وحي ليس مثال كستا إنو قيبتي زركة كوبية الله معنى قيبت الضمان وكوبية هي على ما يقابل هذين المعنين على الترتيب وحلا بلا معنى كسه أرجيه سيئس وحيان ففي المثال الأول مثل مثال كواد نبي صلى الله عليه وسلم هو عدي الله بصفه وأنصار الله رحي ومعي كريهين قيبت ورا هذلك الوحدة وهم الكثرة والفزع كبعد نوحه بربر دقيق هذلك آخر كيسة بالقلة والضمع على الترتيب سيئس وحيان مثال كاللابات خالد بن صفوان وهو بربر دقيق الصديق والسر وهو بربر دقيق بالعدو والعلانية عدو يعلانية قيبت كوكتا لابد مثال الضمبي بالفيري ماذا لباوه وككوية قيبتي زهرة لما معنى وحكا بضل قيبت الضمبرة انت وحكا زهر جيدا وأداء الكلام على هذا النحو هذا الكأولوج تقاب كان يسمى مقابلة وحاليها لا مقابلة مقابلة لو حي كمتها من أسباب حسن الكلام هذا الكأولوج الوقر حيوه معنيز الوعد أي كمتها لا شرط وحاها على شرط أن تطاع للمتكلم عفر قفك هلا يا سد بيراه وين وصوب حلا وأما إذا تكلفها دوس كدون دونه وجرى وراه ودورده فإنها تعتقل المعاني هذا المعاني دي زي حبسها إسا وحرسا وتحبسها وعلى منعين إسا وتحرم الكلام هذا الكوحي كحرم إسا رونق الثلاثة دبع سنانتا قروح ذا هي وسهولة فريد كيسا أي كحرم إسا المناقشة هذا أني ما أنه سؤال شو كواد وحي الله هاي بين مواقع المقابلة بعدين إسا كو روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي يكون أنه قال إنه يري عليك بالرفق يا عائشة عائشة وحكد ذا شاء لازمتا رفقك يد بعسلانتا فإنه ما كان في شيء إلا زانه رفقه شيء كمجره إلا زانه وقرحيا ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه رفقي هذه شيء لقصدي منه وفلح ميا هل كان مكوح الرباء إلا أرضي وكسو صاره مواقع المقابلة كجرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نمبر كاللابات وحوه قال بعض البلغاء وحي راده دادك بلاغة يقان قار كمدة كدر الجماعة جماعة اسكو خلاف صن وعرق صن وخلاف كده هيو ايا خير كخير بضن من صف الفرقة دادك لتقو صافي اسكوا جماعة اس خلاف صن لازم ولد جماعة لو سيسته ايا واحي كخير بضيهن دادك لتقو قلوبته صافي اسكوا طاي ايا دماغ المقابلة كجرة هذا الكاس كالصوصار وقال تعالى الله وحو له آيات القرآن يحل اللهم الطيبات إلهي وحو إذي حلالين يا وحي وناكسنا ويحرم عليهم الخبائث وحا خبائث وحنحونا وإن كحرم آيات قاعدة أصولية وهي أرضينا وحلق صورها وحي مقابلة أو كجل آيات إنه صوصار وقال جرير شاعرك يا جرير وحو له وباصد خير فيكم بيمينه خير بو إذين في ذنيا قعنت مذيك بو نكو في ذنيا وقابض شر عنكم بشماله شرنا وإن كقبنايا كعنت بذيه إن كقبنايا هذا الكاس المقابلة كجبته أيضا نكسر الحصار نبرك شنات وحليه بحطري فإذا حاربوا هبيت دقاء لمان أذلوا عزيزا قف عزيز أهبيد الليان وإذا سالموا هدي وحنا بدقليان أعزوا ذليلا قف ذليل أها أي عزيان أيضا نصال الكاس مقابلة توصى أيا كجبته سؤالا قيت اللبات أو النمان وقال الشريف الرضا نقل يا وحليه ومنظر كان بالسراء يضحكني يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني ومنظر كان بالسراء يضحكني بلنا مقال
حلق برواقة يا فرحدة إيه قصليني يا قرب ما عاد بالبراء يبكيني ما هكذا وان بدل إنه الله أبطه مركي دبعته يا أبارته تماده إنه مقالك يقول هنا يو أيضا نرجع مقابلة كوجي تكسر صار وقال تعالى لكي لا تأذوا لكي لا تأذوا سئن أمرون على ما فاتكم وحي دافي ولا تفرحوا بما آتاكم أو إن أوكبر فرحين وحي لا ينسيه أيضا أصلا مقابلة يا كوجي تكسر صار تعالى دونه أيضا كوجي تعالى وحليه باطنه في رحمة سوكا الوادي المرافقين من عيسى قدها وعكسوا النحريس وظاهره دبر كيسرة ومن قبل العذاب مرافقين تحقوا ذا حقا عذاب عذاب أجنا أصدقنا مقابلة عيادة كجتة صوصار وقال النابغة الجعد وحقول ليه فتن كان فيه ما يسر صديقه وننده ليراه وكسوا قيها وحصاحبك فرحات قليا على أن فيه ما يسر عادية لكن إذا وعكسوا وحده كحماره وواحا صاحبك فرحات قليا وواحا عدو كحمانه وإصلاع يديه مقابلة كجتة كصوصار وقال أبو تمام وحقول ليه يا أمة كان قبح الجور يسخدها جورك يا عدالة درده فالحمد يا عرق لنيسي دارا زمن فأصبح وحي النقطة حسن العدل عدالة ولكسني يرضيها إنا ذلك لنيسو أيضا مقابلة كجرته آية نمبر كوي تمنات قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت وعلى غيارة إلهي أنه يقول نعمة يمصيبة هبويناته ويبتر الله بعض القوم بالنعم ذاتك قاركو أن إلهي وحو كل امتحانا برواقية النعمة أي الله كل امتحانا مالك أيضا وعقود جلسة مقابلة كسوسار آيات القرآن إلهي وحو الإيه فأما من أعدى واتقى أفكي وحبهية وإلهي كبقى وصدق بالحزنى جنب الرمية فصنع يسيره لليسرى مدى فضوط أي أفوهين وجنب القلتان كذا وأما من بخل واستغنى قفك بخيلة أو إسوينيسية وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى أيضا سنسوك له مقابلة أيها كجبتك وسوصار وحاقودا بأي قبيلة نكالي هذا أولي هاي قبيلة سداح يطمنات أولي نكالي هذا وحالي أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري وحولي هاي يا دارو يا منجز إعاده وداء زمنه متك يبوهيسا قد يسي عن جباده مثل فليو ومخلف المأمول من وعده وخلافه وحيه كوية وهنا والله رجينا يا رواك عقب حيا وحيه كوية قد يرى الزمنك واصلين يا أولي أيضا رواح كجة مقابلة قيبتا عن ذنبه أرضي روح على غرفة إنه كلا صعوه مقابلة تيكو روح المقابلة كلية حتى الدماغ هي مقابلة ما دام الدماغ هي مقابلة يسكنه وين أرضي روح على غرفة إنه كلا صعوه سؤالها عنه ما الدماغ بام سواء مقابلة سؤال جاكو روح إلا لها قال تعالى الله وحو لي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كواس إلهي سيئات كودي حسنات مبدلية هذا الآيات ما الدماغ بام سواء مقابلة آيات الله بعد وأنه هو أضحك وأبكى إلهي ما وحك قصلي وحنك أوهي وأنه هو أمات وأحيا أصلا وحدي له وحن النولي آيات داس ما الدماغ بام سواء مقابلة آيات الله بعد صدحات الله وحو لي فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا آيات سيدنا دماغ ميامسة ومقابلة وقال أبو طيب وحوليه أزورهم وانبوغريا وسواد الليل يشفع لي هبين المدقي سأياه إيشا في عقاضيا وأنثني وكسر الله بريا وبياض الصبح عدانك صبح عدانك زنا يغري بي ويقود ريا هذا الكاس قبل يا نقل يا له أبو طيبنا وحوليه مقابلة الدماغ شيك نمبر كشنات الكريم واسع المغفرة قفك كريم كاهي دم بداف كيس وابلاريه إذا ضاقت المعذرة هدي عذر دارك وعرير نقضه وعذر دار لوايو إنه قفك إسكي عفيو أيه أبوان تهي هذا الكاس وحا وياه مقابلة الدماغ صوصر نمبر كتدواد وقال المنصور أبو جعفر المنصور وإيه خليفك عباسيين تقوره وحليه لا تخرجوا من عز الضاعة هكب حنينة باعبع شرفت هذا إلى ذل المعصية معصية ذل النمال إلى أبو حنينة وياه وحليه وقال وقالوا ينكاسي غضب الجاهلي قفك جاهلك عرديسو في قول هذا الكيزي كدعلا وهدو عرد أفهمه كوال لوي وغضب العاقل في عقله في فعله قفك عاقل كان مركو عرده فعل كيزا أيه كدعلا تاسلو وعلى غرر المقابلة إنه تاي الدماغ إنه تاي إنه كلاسارته نمبر كسديات وحليه لا إنسا أني نمباشا عيرك الله قرب الله وحليه لا إنسا أني هدي أنكحو ماضي أن نلتني قوة داس إنه إقارسيسي بمساعة
وحل لهم على أفهم هذه قبل يقول هذا شيء لقد صرني وحي فرحت قلي أني خبرت ببالك إن قلبك كسر دعي وهذا حصتي سيادة عيدو دردد تاسع يقول في لمبا أيوة لي شعر وهي نمر كذا على الغربة إن مقابلة هذا الكاني إن الدماغ تأنا كلا سرتت وقال النبي قد بياني وحول لي وبيت وقدم بيه بيت وقدم بيه وقال وحول لي النبي وإن هبدا سالا هديه كسر دكتان بودو عادي أسود دكتان أثار عجاجة بور بيك عيان قلوا هو ما نقول ميل دو حام كي أسود دكتان وحيك عيان بور وإن على وحزنا بول بورلي أسرة ما كي فلان تشدت وح بربرة جناديل ده عن تيا بربرة يقول هذا الكاس وح كجرة أو دماغ شيك أو مقابلة بيت أنا قدام بيا سحابي قال يا أوس من الحجري قال يا أوس من الحجري وعليا أضعنا ربنا وعصاه قوم فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا وعليه أضعنا ربنا أنا ورب ينبان أدعني وهو قاسمي ووركي سمق الله وعصاه قوم قومنا ويعصي ربي فذقنا وحن ندمنا أنه طعم طاعتنا طاعنا ربي أدعني ندم كذي يأجرك يطوابك نكسنا وارد ندمني وذاقوا طعم معصيتهم أيقول وحي ندميين معصي الله ندم كذي وحي ندميين هل كاسو نقول يا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.